أكثر المشاكل اللي توجهنا له تقصير الطالب بالمتابعة بالحضور، لأن الحضور مهم، يعني هو عنده تدريبات طول الفصل. نعم. فحضور الطالب لازم يكون منتظم، فالحضور هذا أكثر المشاكل تواجهنا، يعني ممكن حتى بعض الطلاب قد يصل للدرجات إلى مرحلة الحرمان للغياب نسبة كبيرة. إذا أنا هذا اللي أراه، أن الغياب أثر سلبيا على الطالب بشكل جميل ملحوظ من ناحية. جميل. إذا يعني ترى سعد الدكتور أنه الحضور له دور كبير، يعني هذه رسالة منك للطالب الآن، أنه من الترم القادم أو الطالب المقبل على الدراسة الجامعية بسنة تحضيرية، أن الحضور داعم مهم للأداء الجيد في الاختبار. نعم أكيد، خاصة طيب. أنه في 60% من الدرجة على التقويم أثناء الفصل، يعني قبل الاختبار النهائي.